في الفاصل ده نشوف تقرير عن جاسم احمد كابتن فريق نصر حسين باي. فاصل اتفرجوا على التقرير واستنوا. اول حاجه نرحبوا بكم، نظن نشكر اخواننا المصريين على هذا الدوره وعلى الاستقبال الحار. نظن قد ما راح نشكروهم قليل عليهم، بس نظن الدوره هذه راهي تمشي على نقول لك على حرمين الجمر. نظن دورة لا بأس بها، نظن الفرق اللي موجودين نظن الفرق لا بأس بها. إن شاء الله الدورة هذه يقول لك تلم شمل جميع العرب، ولما لا كل سنة تكون هذه الدورة موجودة باش يتلاقوا إخواننا العرب. احنا كلاعبين نشكروا إخواننا المصريين ونتمنوا لهم التوفيق في المنافسة هذه إن شاء الله. كابتن جسمي، في نادي حسين صن داي بدا الدوره بقوه، فوز وبعد كده هزيمه، شايف المباراتين مشوا ازاي؟ نظن كما على بالكم فريق نصر حسين داي ما دارش استعداد للدوره هذه كما ينبغي. كان عندنا وقت جد وجيز باش نحضروا لهذه الدوره، كنا على بالنا راح نلقاو منافسين أقوياء. كما شفتوا المقابلة هذه كانت شوية عزيمة عند الفريق وإرادة كبيرة، الحمد لله فزنا في المقابلة الأولى. نظن المقابلة الثانية نظن الحظ خاننا وما كانش معنا الحظ، وين عدة فرص ما قدرناش نجسدوهم لأهداف. هذه هي كرة القدم، واحد فائز واحد منهزم. عندنا مقابلة اليوم جد صعبة، ترى الأهلي فريق اسمه يتكلم عليه، تاريخه، ونظن لاعبين في المستوى. على بالنا بلي مقابله ما تطلبش القسم على اثنين، على بالنا بلي مقابله حتكون جد صعبه. نظن هذه المقابله حتكون فاصله بين الفريقين. احنا رايحين نلعبوا المقابله هذه الند للند مع الاهلي، ما راحش نسهلوا لهم المهمه، باسكو نظن احنا احنا كلاعبين وك طاقم فني اداري نظن حابين نروحوا للمربع الذهبي. ان شاء الله التوفيق من عند الله، وان شاء الله تكون الكره العربيه هي الفائز الاكبر ان شاء الله. اخر كلامنا بنرحب بيكم وبنقول لكم مصر بلدكم الثانيه ومشرفين مصر. احنا مش غرباء هنا في مصر، احنا في بلدنا الثاني، وان شاء الله تدوم المحبه هذه ونقعدوا دائما اخوان.